السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم طريقة كيف بدي أزيد عدد المشتركين وعدد اللايكات وعدد التعليقات بطريقة سهلة. كيف نحصل على البرنامج بدون رابط بدون ضياع الوقت؟ لأنه أكثر القنوات بتقول لك الرابط أسفل القناة، ولكن هذا الرابط لما تفتحه بوديك لأهداف خاصة له مدونات على جوجل كروم. ولكن احنا راح نستخدم متجر بلاي راح نستخدم متجر بلاي راح نضغط وبدي شاطين عليكم. طبعا ها هو متجر نضغط عليه. طبعا كيف بدنا نحصل على هذا البرنامج؟ راح نكتب زيادة المشتركين في اليوتيوب مثل ما هو مكتوب هان، نضغط عليها. طبعا هلا فتح معنا تقريبا برامج كثيرة عديدة. طبعا هذا كله مجربينه يعني كثير وشاهدته على قنوات كثيرة، ولكن هذا ولا فيهم واحد فعال 100%. هذا احنا هذا برنامجنا وهنا غايتنا. ها هو برنامج تيوب بوستر، هو هذا اضمن برنامج فعال 100%، وانا جربته حصلت منه كثير من المشتركين. في مشتركين حصلت عليه، راح نضغط عليه. وطبعا هو كان عندي انا منزل من الاول، بس ولكن بدي انا اتعلمه حرفيا كيف استخدام البرنامج وكيف تثبيته وكيف منين نحصل عليه. عشان هيك انا قمت بازالته ولا انا قمت بتثبيته. راح نصبر شوي شباب قبل ما ينزل لهذا البرنامج. طبعا هو سريع، ايوه هو نزل وخلص، بس جاري التثبيت بده شوية. طبعا هذا البرنامج مسموح استخدامه من قبل شركة اليوتيوب، وهو آمن الحساب. ننتظر حتى التثبيت. طبعا كمان شوي راح يطلب منك دخل ايميلك ورقم الباسبور الخاص بك، بس مو شرط تضع ايميل لقناتك، اي ايميل شغال بزبط يعني. بس انت بدك تدعم قناتك، علمك كيف يروح المشاهدات لقناتك اللي بدك اياها انت. بس شوي قبل ما يثبت. طبعا في برامج كثير وفي، بس ولكن هذا انا جربته. حتى بتقدر تخليه يشتغل اوتوماتيك يعني حسب علمك الطريقة كلها. انا بدي افرجيك كيف، بس اول ما يدخل بده يطلب منك. عشان هيك انا بدي انتظره يعني، مجبور اخليه عشان تتعلم وانت. هسه أقدم الفيديو قبل ما ينزل عشان ما تاخذ من وقتك كثير. هيو نزل تيوب بوستر، نضغط عليه. انت راح تفتح، طبعا نقول له بدك هل تريد السماح للتطبيق لزرار الوصول اذا جاءت اتصال، حط رفض. نضع الايميل، طبعا راح اضع الايميل وارجع لكم. السلام عليكم مرة اخرى، ارجعنا شباب. الان بده يفتح البرنامج، ما بطول يعني لحظات.
هاي هي واجهة القناة. أنت اللي بهمك أول شيء نضغط على ثلاث أسطر. طبعا هون عندنا ماي فيديو، بدك تنزل فيديو هون، ما ذا ماي شانل، يعني تنزل قناته. شوف كيف بدنا ننزل القناة حتى يجيها مشتركين، نضغط عليها. هون طبعا فاضي ما في أي شيء، هو بنحط زائد، بدك تزيد القناة بتقدر تحط قد ما بدك قنوات إلك حتى تدعمهم من هون، يعني بزبط. يعني نضغط زائد هون، بدنا هسه نطلع ونجيب رابط القناة، نخرج منها نطلع منها، نفوت على اليوتيوب. طبعا على القناة بتفتح على أي فيديو له، توقفه، نضغط على القناة. هو من هون نأخذ الرابط على ثلاث مشاركة. نسخ الرابط، نطلع منه خلاص. طبعا هون شوف بدي اورجيك كيف كم جاب، يعني حصلنا على عدد مشاهدات. شوف هون 249 خلال تقريبا اسبوع اسبوع، بس ما مهتم كثير لاني ما كنت مشغول. نطلع منه بلاش نطول عليكم، نرجع نضع الرابط عشان ننزل القناة. هون شايف تضغط هيك على أول واحدة مباشر يعني بنزل، راح ينزل لك. هاي ينزل بعدها، من نضغط على الصح. هيك جاهزة، بس في شغلة هسه بنرجع فيه، نرجع على ثلاث أسطر عشان أفرجيكم كيف الطريقة. نضغط على ماي شانل مرة أخرى، نضغط على ثلاث نقاط مش اللي فوق، اللي تحت اللي عند قبال القناة، نضغط عليهم. نضغط أول وحدة، طبعا أنا هون بقول لك كم بدك واحد يشاهد قناتك، طبعا على كم بدك واحد القناة، على عدد المصاري بتحصلها كمان شوي بعلمك كيف. هون بدنا مثلا نضغط على أول وحدة، بدي 15. طبعا مش بس 15 مشترك فيه، بتقدر بيجيك 200 400 500، بس أنا حذفت البرنامج رجعته هو كبداية، بعدين بس عبارة عن استخدام يوم راح ينزل لك 400 500 مشترك. تحط دم، هاي مثلا بدي 15 مشترك دان. هسا كم بدك تعطي عملة؟ هسا برجيك كيف تحصل على العملات. مثلا بضغط عليها، ومثلا اللي بيشاهدني بعطيه على كل اشتراك في قناتي 10 كوينز، 10. هسا هاي الثالثة، كم مين الدول بدك اياها تشوفك يعني، وبفضل انك تشترك فيهم كلهم يعني تعلم عليهم، احط علامة ها مثل هيك. حتى مثلا يعني قلنا مثلا بس الأردن، شوف هذا كم واحد من الأردن يشارك فيه مثلا، أو من مصر. لا بنحط الدول العالم كلها، طبعا ما بتطول كلها 3 دقايق، تنزل كل دول العالم الذكية. أنا بس مثالا للشرح، طبعا بنقيم إسرائيل لأنها دولة يعني مش معترف فيها، لأنها دولة هاملة. مثال هذا بتقدر تكمل الأخير، ها في دول كثير عندك. ها كم بدي نحط؟ هسه نضغط على دم، ونضغط بعديها على الصح. هيك تكون جاهز امورك تمام. هسه كيف بدنا نحصل على العملات؟